خلينا ارحب بضيفي ونجمنا النهارده في السادسه كابتن اشرف ممدوح. مساء الخير يا اشرف في مستهل بدايه المشوار، ربنا ان شاء الله باذن الله يكرمنا ويوفقنا في مباراه يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله. مساء الخير يا احمد، وسعيد دايما بوجودي معاك وعلى شاشه قناه نادينا الحبيب. طبعا يعني في البدايه خليني اقدم واجب التعازي لصديقنا وزميلنا العزيز ايهاب الخطيب طبعا في وفاه والده، يعني ربنا يتغمده برحمته الواسعه ويصبره طبعا. يعني يعني دايما ببقى سعيد ومبسوط ان دايما في بدايه كل بطوله ببقى معاك، لان يعني بتفائل جدا جدا ان شاء الله يكون خير. ربنا يخليك يا احمد، وان شاء الله يكون يعني بدايه موفقه، او ان شاء الله هعتبرها بدايه موفقه ان شاء الله النادي الاهلي الموسم ده باذن الله تعالى في بطوله كبيره. يعني انا بشوف يعني طبعا بالاضافه لفكره انك بتشوف الاهلي بيلعب في بطوله بحجم كاس عالم، واحنا بنشوف التقرير دلوقتي لا احنا بنتكلم على تاريخ طويل. صحيح، احنا النهارده نقول تاريخ الاهلي في كاس العالم تاريخ طويل، تاريخ صحيح. كبير وتاريخ مشرف. صحيح، احنا مش رايحين عشان يعني فكره المشاركه او عشان فكره التمثيل المشرف، لا احنا بنروح كل مره وهدفنا ان احنا نحقق انجاز، وقدرنا نعمل ده في اكتر من مناسبه، وده قدر الاهلي دايما انه هو اللي رافع رايه الرياضه والكره في مصر. لكن خليني اسالك الاول، لانه في ناس كتير جدا كانت شايفه الدروب اللي حصل في السيزون ده مأثر بشكل كبير على الحاله المعنويه. توقيت جوائز الافضل امبارح، فوز النادي الاهلي بجائزه افضل نادي في افريقيا وفوز بيرسي تاو افضل لاعب. اللقب ده على فكره بالمناسبه مش اول مره ولا تاني مره، ده 9 مرات يحققوا لاعب في النادي الاهلي. لقب افضل لاعب داخل القاره حققوا قبل كده بركات كتير، بركات وتريكا وكابتن الخطيب. طبعا كابتن الخطيب طبعا يعني في الاول كان فرانس فوتبول مش الكاف كمان. صحيح صحيح، يعني كان اختيار عالمي مش اختيار افريقي. والشناوي قريب كمان، اعتقد مؤخرا 2020 او 21 هو اخر لاعب توج باللقب ده. فبيرسي تاو بيضيف للقائمه. توقيت الجوائز دي يعني يمثل ايه للعيبه وهي بتبتدي تتحضر لماتش الجمعه؟ يعني انا شايف ان قدر ربنا سبحانه وتعالى انه يكون في التوقيت ده قبل بدايه البطوله. الأهلي هو سيد أفريقيا، وده الطبيعي والمتعارف عليه، والكل يعلم ده بالإنجازات والتاريخ والأرقام والمستويات الفنية اللي بيقدمها النادي الأهلي على مدار تاريخه. ولكن دي عاملة مشكلة كبيرة جدا يا أحمد، خلي بالك، لأنه بتسبب ضغوط نفسية وعصبية كبيرة جدا جدا على منظومة الكرة في النادي الأهلي. يعني مجلس إدارة النادي الأهلي، الأجهزة الفنية، اللاعبين، طول الوقت محطوطين تحت ضغط غير طبيعي. المفترض انك تكون مطالب طول الوقت انك متواجد على منصات التتويج حتى في البطولات الكبيره. يعني تتكلم النهارده في كاس العالم للانديه، جماهير النادي الاهلي بتطالب بالبطوله، مش بتطالب بس انك خلينا نقول بتحلم بالبطوله. انا يعني كنت ما اعرفش هتتفق ولا هتختلف معايا في ده، بس انا كنت بشوف البطوله دي يعني انت بتتكلم واحد طبعا على مشاركه مع اهم يعني فرق العالم، كبار العالم كلهم، كبار القارات بيحضروا بطوله تحت انظار العالم كله. العالم كله بيتفرج عليها، وسائل الاعلام في العالم كله بيتفرج عليها، انديه كتير في العالم كله مسؤولين فيها بيتابعوا البطوله دي. لكن في النهايه بشوفها الاقل من ناحيه الضغوط. يعني كل بطوله بيشارك فيها فريق النادي الاهلي الجماهير عايزه رقم واحد. في دي احنا مش عايزين رقم واحد، احنا بنحلم برقم واحد. لكن مش مطلوب ولا منطقي ان احنا نطلب من لعيبتنا. كنت متفق معاك لغايه الموسمين اللي فاتوا، لكن سقف طموحات النادي الاهلي عالي قوي. يعني خلي بالك انت لما تحصل بطولات كبيره وتبقى متواجد في دايما الترتيب الاول او منصات التتويج في بطوله افريقيا، من 4 بطولات بتاخد 3، انت الافضل افريقيا، متواجد في قائمه الافضل عالميا. انا معاك في كل ده، وحصلت على نادي القرن في ده. يعني عشان نبقى موضوعيين، انت مطلوب منك انت بتلعب في السيزون كله 70 ماتش. صحيح. تقريبا يعني لو قسنا على السيزون اللي فات 70 ماتش، لو قلنا هنلعب زيهم السنه دي، هل في 67 ماتش مباراه تكون اصعب من اتحاد جده او فلومينينزي او مانشستر سيتي؟ ده لو ربنا كرمنا يعني ومشينا المشوار لغايه ان شاء الله، هل ممكن يبقى في عندك مستوى منافسه داخل القاره او خارج القاره، داخل مصر او بره مصر، اقوى من 3 ماتشات دول؟ يعني هم من اقوى 3 مباريات طبعا. لكن في يعني انت بتواجه في افريقيا، بتواجه صن داونز مثلا، بتواجه الترجي، ومباريات المغرب العربي عموما بتبقى مباريات قويه وفيها نديه كبيره جدا جدا. والفوز فيها ما بقاش سهل، وده لا يقلل ابدا ابدا من انك بتحصل على البطولات دي مع فرق منافسه كبيره جدا جدا، سواء صن داونز او الترجي او الوداد او لما تلعب في بطوله مجمعه ليفل مختلف في 10 ايام. هي ليفل يعني مختلف في بطوله مجمعه، تقابل الترجي وتستنى شهرين لغايه لما تقابل صن داونز، تستنى. لكن احنا كان عندنا نموذج مصغر في الدوري الافريقي، يعني كان عندنا نموذج مصغر، والنادي الاهلي صحيح يعني خسر البطوله، لكن يعني لظروف. الميزه في دي انها مجمعه، خد بالك هناك مع يعني قاره افريقيا ذهاب وعوده ذهاب وعوده، وبتسافر تنزانيا وبعد كده بتسافر جنوب افريقيا، يعني التركيز بيبقى افضل واعلى. وانا قلت لك الحلقه اللي فاتت او اللقاء اللي فات ان ميزه البطوله دي ان النادي الاهلي هيكون عنده تركيز كبير جدا في ان البطوله مجمعه، عدد ايام النادي الاهلي متواجد بشكل مستمر، مفيش سفر، مفيش ارهاق وتعب، وبالتالي التركيز كويس. كمان فرصه كويسه للتركيز بشكل كبير. شوف لا خلاف النادي الاهلي عنده طموحات كبيره جدا جدا لمصالحه جماهيره. انا اشعر ان اللاعبين عندهم طموح كبير جدا جدا لمصالحه جماهير النادي الاهلي، وعندهم طموح ان هم يوصلوا للمباراه النهائيه في هذه البطوله، خاصه انها فرصه ذهبيه بعد المعنويات الكبيره جدا جدا زي ما تفضلت وقلت يا احمد، انه النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا، بيرسي تاو افضل لاعب افريقي، هدف كهربا من افضل الاهداف، الشناوي كمان كان بينافس على افضل حارس، وبالتالي يعني انت عندك مجموعه كبيره جدا جدا من لاعبين موجودين في التوب 5 او التوب 10 موجودين في افريقيا في الفتره الحاليه، رغم كل الظروف ورغم كل النتائج، لكن طموحات جماهير النادي الاهلي لا تتوقف عند شيء، وبالتالي ده اللي بقول لك عليه انه بيسبب مشكله نفسيه وعصبيه شويه وضغوط نفسيه وعصبيه شويه على اللاعبين وعلى الاجهزه الفنيه وعلى مجالس ادارات على مدار تاريخ النادي الاهلي، وللاسف ده حال مجلس اداره النادي الاهلي وجهازه الفني ولاعيبته، يعني ده المتعارف عليه ومتواجد طول العمر. يعني انا من وقت ما كنت والله موجود في النادي الاهلي، يعني احنا بنشرب ده وبناكل ده، انت متواجد في النادي الاهلي عشان تحقق بطوله بس، مفيش حاجه اسمها ترتيب تاني او مركز تاني. انا فاكر في لقاء مع او لقاءات مع كابتن صالح سليم وانا صغير وانا في الدرجه الاولى، كان دايما يقول لنا ان التكريم او المكافئات مش علشان الانجاز اللي انتوا حققتوه، ده علشان المجهود اللي انتوا بذلتوه. انا كنت بقول لان الانجاز يعني خلاص، فكره انك انت الرحله دي مطالب يعني للمطار عشان تستعد للمشاركه في كاس العالم. الجيل ده تحديدا بنتكلم على 9 مشاركه، لكن الجيل ده تحديدا رابع مشاركه في كاس العالم على التوالي. صحيح، وده انجاز كبير جدا لهذه المجموعه من اللاعبين، وصحيح انضم عليهم بعض اللاعبين الجدد، لكن مجموعه كبيره جدا من هذا الجيل متواجد في حصل على افريقيا الفترات اللي فاتت، والسوبر الافريقي والدوري والكاس، وكمان 4 مشاركات لكاس العالم للانديه، خبرات كبيره جدا، واعتقد ان الاجواء دي مش جديده عليهم، وهتديهم فرصه كبيره جدا جدا للتركيز، وكمان معنويا بشكل كبير جدا تواجدهم. وانا شايف حتى تصريحات النهارده احمد المجموعه من اللاعبين فيها تفاؤل كبير جدا وفيها نيه كبيره جدا لمصالحه جماهير النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه.